إضافة للتابلو كليون، صنعت تابلو جديد اسمه إمبلويز، حطيت فيه لي زومبلويي نتاع البنكة هذيك. ينجم يجيني اون دوموند باش نلم لي كونت الكل مع بعضهم، كو سوا امبلويي ولا كليون. هذاك علاش بشرى مع بعضنا اليوم حاجة جديدة اسمها الأونيون. كيفاش تعمل أونيون تاع دو تابلو؟ لكن على شرط يكونوا لي دو تابلو عندهم نفس الديمونسيون، يعني نفس النومبر دو كولون، ولكن ينجموا لي كولون نتاعهم يكونوش فرد تيب مثلا، ومش فرد اسم. زادة تعمدت انه في التابلو كليون يكون عندي اي دي ونيم، وفي التابلو امبلويز حطيت امبلوي اي دي وامبلوي نيم. كيف كيف الاج حطيتها دو تيب دبل، الوغ كو في الكليون دو تيب اونتي، والكريشن ديت حطيتها داتا كهو من غير طون. باش نوريكم يعني كيفاش لونيون تتبع ليليمون التابلو الاولاني. دونك كي نجي لهنا نعمل سيليكت ايتوال فروم كلاينتس، والموكلي لهنا هو union. select etoile from employees. شوفوا تو كيفاش باش ياخذ لاسيمي نتاع لي زاتريبيو تاع لي كولون من التابلو الاولاني اللي هو كليون. دونك نعمل اكزيكوتي باش نلقى خذا اي دي ونيم بلاست كلاينت اي دي ونيم، وجمع لي لي زيليمون تاع لي دو تابلو. دونك نشوفوا لي كات لين الاولانيين هما لي كليون، واللين الاخرانيه هي منير اللي زدناه في التابل امبلوي. نراو لهنا اللي حتى الايج رغم اللي واحدة انت والاخرى دبل ما هلكهاش الفالور، خليها دبل. وراو لهنا اللي رغم اللي عطيته دات ما غير طون بار ديفو ردو صفرات وحولها من ديت التايم. شوفوا توا كيفاش كان نقلبوا الروكيت، نحط التابلو الاولاني هو التابلو امبلويز، والتابلو الثاني نحطوه كلاينتس. توا باش نراو اللي هو تبع التسمية نتاع التابلو الأولاني. دونك تو ولات employee ID و employee name.